إلا من خلال شركة الطيران الأردنية وشركة الطيران العراقية، لكن الوضع تغير وأصبح هناك رحلات منتظمة من وإلى مطار البصرة على الصعيدين العربي والأوروبي. في ضوء ذلك حقيقة طورنا كثير من الجوانب، منها استحدثنا قلت لك الصالات وفتحنا أكثر من قاعة. كنا سابقا يعني بالفترة الماضية نستخدم قاعة مغادرة واحدة اللي هي قاعة رقم واحد، الآن احنا مهيئين وشغالين على 5 قاعات وثلاثة فعلية وإضافة الاثنين رديفات. وخصصت الحكومة العراقية ومحافظة البصرة 65 مليون دولار عام 2011 لتطوير وتوسيع المطار وإعادة استيعابه للحركة المتزايدة، ويشمل مشروع التطوير إنشاء مبنى جديد وقاعات إضافية للركاب وإصلاح مدرج المطار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا قد وصلنا لنهاية نشرتنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، وإليكم تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البورصة المصرية تصعد بأكثر من 1.5% بعد بيان الجيش بشأن ترشيح السيسي للرئاسة. بعد عطاء استثنائي يهبط الدولار أمام الجنيه، والمركزي يؤكد أن الاحتياطي لن يقل عن 17 مليار دولار في شهر يناير. الحكومة تسعى لتقليص عجز الموازنة إلى 8% وتقليص الدين العام إلى 80% خلال 3 أعوام. ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.